تيك تاك يا اخوان. جيرارد روميرو صحفي موثوق جدا طلع وقال انه في لاعب لعب في برشلونة وراح عن برشلونة حيعود الصيف المقبل. شكله ذاك الغالي 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 الرقم 10 اللي خضع جميع البطولات وحققها مع نادي برشلونة. انا ما حقول اسم الغالي، انتوا عارفين اسم الغالي، ابو تياغو ملميسي. ملميسي حيرجع لبيته لمنزله للكامب نو لكتالونيا للمقاطعة اللي اشتهرت كتالونيا اللي اصبحت وجهة سياحية كبيرة جدا بوجود ابو تياغو ليونيل ميسي. صديقي كيف تشوف خبر عودة ميسي لبرشلونة؟ مفرح من اي ناحية؟ اديني تعابير. الدولة كلها، الدولة اسبانيا باكملها، لاوروبا باكملها، لاوروبا لقارة العجوز. يا صديقي